أعزائي طلاب الماجستير المهني، أنا الدكتور عادل رمضان الزيادي سأقوم باستكمال المحاضرات الخاصة بمادة استراتيجيات المنافسة في الأسواق العالمية، وسوف أعرض على حضراتكم موضوع التحالفات الاستراتيجية كإحدى استراتيجيات الدخول إلى الأسواق العالمية. تعريف التحالفات الاستراتيجية: يعرف بأنه سعي شركتين أو أكثر نحو تكوين علاقات تكاملية تبادلية، كما يعرف بأنه عبارة عن مشروع مشترك في شكل مشاركة بين شركة عالمية وشركة أخرى في دولة مضيفة. وعليه التحالف الاستراتيجي إحلال التعاون محل المنافسة، وهذا ما يسمح المنظمات باستغلال قدراتها المتوفرة لتحقيق هدفا أو أهدافا مشتركة، وهذا بدلا من اعتماد أسلوب المنافسة الذي يؤدي إلى السيطرة على المخاطر والتهديدات. وتسمح التحالفات للمنظمات بالمشاركة في الأرباح والمنافع والمكاسب الملموسة وغير الملموسة. ويطلق على التحالفات الاستراتيجية عدة معاني أو ألفاظ، وهي التعاون، التنسيق، الاشتراك في تحقيق هدف أو أهداف محددة، العمل الجماعي، المرافقة، مشروع مشترك، التنسيق، المساهمة، من أمثلة التحالفات الاستراتيجية التحالف بين شركة مصر للطيران وتحالف ستار العالمي. 2. مثال آخر: توقيع شركتي كودك وكانون على اتفاق يسمح شركة كانون بتصنيع خط ماكينات تصويرها متوسطات الحجم. تحالف بين شركة فيليبس وشركة سوني من أجل تطوير أجهزة DVD. التحالف بين شركة موتوريلا و NTT للبرمجيات لتطوير وتوفير قاعدة الإنترنت الصوت. مثال آخر: تحالف بين شركتي جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات مع شركة تويوتا اليابانية لتبادل بعض الإمكانيات المميزة لإنتاج سيارات لغزو أسواق الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبا الغربية وكندا في آن واحد. تحالف بين شركة سويس فارما للأدوية وشركة سيبا جايجي في صناعة الأدوية. يحقق التحالف الاستراتيجي عدة أهداف يمكن إيجازها فيما: 1. الدخول إلى الأسواق العالمية. 2. إضافة المنظمة المحلية منتجا حديثا لخط إنتاجها. 3. تقليل المنافسة. 4. اقتصام المخاطر. 5. التكامل في الإنتاج. 6. تجاوز عقبات التسويق. 7. اتساع نطاق المعرفة. 8. تحقيق تكامل تكنولوجي مريح. 9. السماح بتقليص وقت الابتكار والإبداع. 10. يتم فيه نقل التكنولوجيا. 11. خلق ظروف لإبراز أفكار جديدة ومنتجات جديدة وتحسين جودة المنتجات. 12. السماح بفتح آفاق تجارية جديدة لكسب قنوات تجارية وتغطية أفضل للسوق. 13. يسمح بتدعيم المصداقية وتخفيض التكاليف وتقليل المخاطر. توجد عدة خطوات لتكوين التحالف الاستراتيجي، وهذه الخطوات هي: أول خطوة استراتيجية والقيمة المتوقعة، وفيها يتم تحديد نطاق العمل والأهداف الاستراتيجية للتحالف والقيمة المتوقعة من التحالف. الخطوة الثانية ملائمة الشركاء، ملائمة الاستراتيجية، ملائمة القدرات، ملائمة الثقافية، ملائمة التنظيمية. الخطوة الثالثة التفاوض وتصميم التحالف، نحدد فيه نطاق التشغيلي ونطاق الاتفاق والحوكمة. الخطوة الرابعة التنفيذ بفي تكامل تعاون تطوير. وفيما يتبين من الشكل السابق أن هناك 4 خطوات لتكوين التحالف الاستراتيجي، وهي: أولا
الاستراتيجية المتوقعة من التحالف. في هذه الخطوة يتم تحديد نطاق عمل التحالف، أي نوعيته، وتحديد الأهداف الاستراتيجية له وحساب القيمة المتوقعة منه. ثانيا، ملائمة الشركاء. يتكون تحليل ملائمة الشركاء من تحديد الحد الذي تكون عنده العلاقة مع الشريك المقترح ذات قيمة وحيوية، وتتكون من 4 تقسيمات، وهي: ألف، الملائمة الاستراتيجية، والغرض منها تحديد درجة التوافق بين الشركاء بمراعاة أهدافهم الاستراتيجية. ب، ملائمة القدرات، هدفها تقييم الحد الذي يكون الشركاء لديهم القدرة على الإسهام في القدرات التنافسية لقيام التحالف، ومعرفة ما إذا كانت القدرات تكمل بعضها البعض، ومعرفة الفجوات أو التكرارات والاستثمارات المشتركة المطلوبة لقيام التحالف الاستراتيجي. ج، الملائمة الثقافية، الغرض منها فهم طبيعة الاختلافات الثقافية وتوقع آثارها المحتملة على أداء التحالف، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون حدوث تأثيرات سلبية. فالثقافة عبارة عن مجموعة من القيم والمعتقدات والتقاليد التي تؤثر على الطريقة التي يفكر بها الأفراد وتصرفون بناء عليها، وتوجد 3 أنواع من الاختلافات الثقافية. فالاختلافات في الثقافة التنظيمية، 2، الاختلافات في الثقافة الصناعية، 3، الاختلافات في الثقافة الوطنية. تؤثر الاختلافات الثقافية على إدارة التحالف في النواحي التالية: 1، تحديد أهداف التحالف الاستراتيجي، 2، طريقة المنافسة والقيام بالأعمال، 3، الطريقة التي يحدث بها الاتصال بين الشركاء، 4، التمويل وإعادة الاستثمار، 5، إدارة الموارد البشرية من ناحية المعايير المطبقة في توظيف العمالة الجديدة ودرجة الاستقلالية ومعايير تقييم الأداء ونظم الأجور. د، الملائمة التنظيمية، ضرورة معرفة ما إذا كان الهيكل التنظيمي لدى الشركاء والسياسات والإجراءات المتبعة تختلف بقدر كبير عن الحد الذي يتم به تنظيم العمل بين الشركاء داخل التحالف الاستراتيجي. الخطوة من خطوات تكوين التحالف الاستراتيجي هي التفاوض وتصميم التحالف. في هذه الخطوة يتم تحديد النطاق التشغيلي وتحديد نقاط الاتفاق والحوكمة، وهنا ينبغي الاتفاق حول 6 مجالات، وهي: 1، الهيكل القانوني وآليات صنع القرار، 2، درجة الدمج للمهام، أي تحديد الأنشطة التي سيتم الاستمرار في القيام بها بواسطة التحالف الاستراتيجي، 3، تعيين كبار التنفيذيين، 4، توزيع القيمة أو العائد من التحالف الاستراتيجي على الشركاء، 5، عمليات التقارير والاتصال بين أطراف التحالف، 6، آليات حل الصراع. الخطوة الرابعة في تكوين التحالف الاستراتيجي هي التنفيذ. بمجرد تكوين التحالف الاستراتيجي يبدأ التكامل والتعاون بين أطراف التحالف الاستراتيجي، وتبدأ الشركات المتحالفة بالعمل، بحيث تقوم فرق العمل المكلفة وموجب التحالف الاستراتيجي بتحقيق المخرجات المخطط تنفيذها، وتتم أيضا بتطوير التحالف الاستراتيجي مستقبلا. أنواع التحالفات الاستراتيجية، توجد أنواع عديدة من التحالفات الاستراتيجية، ومنها ما يلي: 1، تحالف الإنتاج المشترك، وهو تحالف يركز على تكامل العمليات الإنتاجية بين شركاء التحالف، ويتم فيه الاتفاق على التصنيع المشترك للمنتجات وتوريد المواد الخام أو المكونات فيما بينه، وأن يتقاسم الشركاء الموارد الإنتاجية والاستفادة من اقتصاديات الإنتاج الكبير. ويحقق تحالف الإنتاج المشترك ما يلي: 1، السعي المستمر في تحقيق الكفاءة والفاعلية للشركاء، 2، نقل التكنولوجيا، 3، خفض تكاليف الإنتاج، 4، الدخول إلى الأسواق خارج حدود دولة كل شريك. التحالف التسويقي، يقوم هذا التحالف بين المنظمات
التي لديها مصالح مشتركة أو أنشطة مرتبطة، والتي تستغل مختلف الأسواق المتخصصة لزيادة قوة التوزيع والرغبة في السيطرة على الأسواق العالمية، ومن أنشطة التحالفات التسويقية تبادل العلامة التجارية، القيام بإجراءات التسويق المشترك، الاتفاق على تسعيرة موحدة، تقاسم قنوات التوزيع، توفير قدر أكبر من الفهم للأسواق بالنسبة للشركاء الذين لديهم فهم عميق بالتكنولوجيا، منع الشركات المنافسة من دخول أسواق جغرافية جديدة أو شرائح جديدة من العملاء، خفض التكاليف الثابتة للشركاء من خلال المشاركة في أنشطة التسويق المشتركة، ويسمح التحالف التسويق بتقاسم الأسواق العالمية بدلا من التنافس والصراع. تحالف البحوث والتطوير، هذا النوع من التحالف يتم عن طريق اشتراك الشركاء المتحالفين في ميزانيات البحوث وتبادل الخبرات لنقل التكنولوجيا، ويسهم هذا التحالف في توفير نتائج البحوث، وتسعى الكثير من الشركات في الدول الصناعية والنامية إلى هذا التحالف الاستراتيجي لتحقيق مزايا تنافسية بدلا من الإنفاق على التجارب والمعامل بدون فائدة. الخطوة من خطوات تكوين التحالف الاستراتيجي هي التفاوض وتصميم التحالف. في هذه الخطوة يتم تحديد النطاق التشغيلي وتحديد نقاط الاتفاق والحوكمة، وهنا ينبغي الاتفاق حول 6 مجالات، وهي: 1. الهيكل القانوني وآليات صنع القرار. 2. درجة الدمج للمهام، أي تحديد الأنشطة التي سيتم الاستمرار في القيام بها. التحالف المالي رقم 5 يتمثل في اتجاه شركة للمساهمة في رأس مال شركة أخرى أو أكثر، وتتيح هذه الصيغة للشركة المستثمرة صاحبة الحصة في رأس مال الشركة الأخرى أن تؤمن قطع غيار أو مكونات تحتاج، أو أن تسهم في توجيه إدارة وسياسات الشركة الأخرى بما يعزز تطوير كل من المنتج أو التكنولوجيا أو الجهد التسويقي في الشركة المستثمرة. ويوضح الشكل التالي أنواع التحالفات الاستراتيجية من حيث نطاق التحالف الاستراتيجي، إما وظيفي أو شامل. يتضح من الشكل المعروض أمام حضراتك ممكن يبقى فيه تحالف إنتاج استراتيجي، تحالف استراتيجي تسويق، تحالف استراتيجي مالي، تحالف استراتيجي بحوث وتطوير، تحالف استراتيجي شامل. فممكن الأربعة الأولانيين تحالف استراتيجي إنتاج تسويق مالي بحوث وتطوير يكون بين شريك وشريك في حاجة محددة، لكن ممكن يبقى فيه شامل يشمل الثلاث حاجات بين الشريك واحد والشريك اثنين. أعزائي طلاب الماجستير المهني، أنا الدكتور عادل رمضان الزيادي سأقوم باستكمال المحاضرات الخاصة بمادة استراتيجيات المنافسة في الأسواق العالمية، وسوف أعرض على حضراتكم موضوع التحالفات الاستراتيجية كإحدى استراتيجيات الدخول إلى الأسواق العالمية. عوامل نجاح التحالف الاستراتيجي، توجد عوامل عديدة تسهم في نجاح التحالفات الاستراتيجية، ومنها ما يلي: 1. أن يكون كل شريك صريحا، وينبغي توخي الحذر عند توقيع عقد التحالف الاستراتيجي. 2. التعرف على كل شريك ومعرفة نقاط قوته، لأن أفضل التحالفات الاستراتيجية اللي تضم أقوياء وينضم إليها أقوياء. 3. التوافر القيم والفلسفة والأهداف مع الشريك، خاصة أن بيئة الأعمال تتسم بالتغيير
بسرعة هائلة وتوافر التعاون والثقة المتبادلة للمساعدة في إنهاء أي مشكلات. 4. الحرص على معاملة كل شريك باحترام وأيضا باقي الأفراد بالمنظمات المتحالفة فيتم كسب ودهم. 5. توافر العلاقات الطيبة بين قادة التحالف، ولا يصح نقل المسؤولية إلى الآخرين مثل المحامين أو المستشارين أو سماسرة المعاملات أو المحللين أو الأخصائيين. 6. أن يحرص كل شريك على ألا ينهي علاقة الأعمال إلا إذا فرضت ظروف الأعمال إنهاء تلك العلاقة، فيجب أن يتم ذلك بشكل يحقق الاحترام لكلا الطرفين. 7. عدم الاعتماد على العقد الرسمي وحده، لأن الاتفاقيات الرسمية لا يمكن توقع كل شيء، والتفسيرات للاتفاقيات الرسمية تتباين وتختلف حتى في نطاق التنظيم الواحد. 8. الحرص على الاستمرار الاتصال وجه لوجه ويكون مع الشركاء التحالف الاستراتيجي. أسباب فشل التحالف الاستراتيجي: توجد العديد من أسباب فشل التحالف الاستراتيجي، ومن أهمها ما يلي: 1. الاتصالات رديئة الجودة بين شركاء التحالف الاستراتيجي. 2. عدم توافق الأهداف والسياسات والإجراءات بين الشركاء. 3. الأداء الضعيف المدرك. 4. غياب الرقابة. 5. الترتيبات السيئة لاستغلال الموارد المختلفة المتفق عليها. 6. عدم توافر الثقة بين الشركاء وظهور الصراعات والنزاعات فيما بينهم. التحالف التسويقي: يقوم هذا التحالف بين المنظمات التي لديها مصالح مشتركة أو أنشطة مرتبطة، والتي تستغل مختلف الأسواق المتخصصة لزيادة قوة التوزيع والرغبة في السيطرة على الأسواق العالمية. ومن أنشطة التحالفات التسويقية تبادل العلامة التجارية، القيام بإجراءات التسويق المشترك، الاتفاق على تسعيرة موحدة، تقاسم قنوات التوزيع، توفير قدر أكبر من